هلا لو تذكرنا إيجاد القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. أول شيء كتسمية، القاسم المشترك الأكبر هو أكبر عدد بحسن نقسم عليه، مثلا لو أخذنا 8 و 9، تمام، بدي أشوف أكبر رقم بحسن نقسم عليه 8 و 9. كيف هالشيء بوجده؟ بإني حلل إلى العوامل الأولية، حلل إلى العوامل الأولية، فمنقسم 9 على 3، تقبل قسمي على 3 يساوي 3، كما منقسم على 3 يساوي 1. بس وصلنا لعند الواحد بنكون انتهينا من عملية القسمة أو التحليل إلى إيجاد عوامل أولية. كمان 8 أول شيء منقسمها على 2، ليش على 2؟ لأنه 8 زوجة، فإحنا أقل شيء منقسم على 2، ما زبط 2 بنروح على 3، وعلى الترتيب هاي 8 تقسيم 2 يساوي 4، بعدين نفس التكملة 4 تقسيم 2 يساوي 2، بعدين 2 تقسيم 2 يساوي الواحد. هاي الأعداد اللي على اليمين راح أسميها العوامل الأولية، يعني 2 و2 و2 هي العوامل الأولية لل8، وال3 و3 أيضا عوامل أولية لمين؟ لل9. هلا القاسم المشترك الأكبر، هي من كلمة مشترك يعني بده يكون في عندنا شيء مشترك بين 8 وبين ال9، طبعا من حيث العوامل. إذا ملاحظين عوامل ال9 هن 3 و3، وعوامل ال8 هن 2 و2 و2، ما في عندنا شيء مشترك. فهو راح يكون القاسم المشترك الأكبر لل8 وال9 هو الواحد، لأن ما في عندنا عوامل مشتركة بين 8 و9. أما المضاعف المشترك الأصغر، معناه المضاعف المشترك يعني هو من مضاعفات 8 ومضاعفات 9، راح نشوف وين بيتقاطعوا، وين مشتركات. يعني مثلا مضاعفات 8 هن 16 24 32، مضاعفات 9 هن 18 27 36 وهكذا. فالعددين وين بيتقاطعوا مضاعفاتهم؟ لازم اخذ العوامل المشتركه وغير المشتركه باكبر اس، العوامل المشتركه وغير المشتركه باكبر اس. فهون قلنا ما عندنا شيء مشترك، فراح اخذ كل العوامل، يعني 3 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، فراح يكون المضاعف هو 72، هو المضاعف المشترك الاصغر. وهذا يعني بتوقع اخذناه يعني الصف الخامس، كل سنه ناخذه من الخامس السادس السابع الثامن للتاسع، بناخذه نفس الفكره بالنسبه للقاسم المشترك الاكبر والمضاعف المشترك الاصغر. لهون في اي سؤال ولا بتابع؟ طبعا هاي كلها تذكره، لسه ما فتنا بالشيء الاساسي بالدرس. أستاذ، هلأ لما رفعنا 2 أس 3 ضرب 3 أس 2، ليش رجعنا ضربنا 8 ضرب 9؟ الحقيقة هاي نفسها، هاي 2 أس 3، إيش معنى 2 أس 3؟ هي 2 ضرب 2 ضرب 2 يعني بتساوي 8، تمام؟ يعني القسم الثاني هو جواب لهاي القوى. و3 أس 2 شو هي 3 أس 2؟ هي 3 في 3 يعني بتساوي 9.